مساء جديد بيوم جديد وحلقة جديدة ومكان جديد وشغل كله جديد في جديد. احنا متواصلين معاكم فريق تلفزيون الراي وبرنامج رايكم شباب من مكان الى مكان. لما نقول لكم ان رايكم شباب حقكم كلكم فاحنا اكيد قدها وعارفين شنو قاعدين نقول. عشان كذي احنا اليوم متواجدين معاكم في مملكة البحرين. ليش؟ للبطولة الدولية للدراج ريس. هذا سباق في البحرين، سباق كبير يضم نخبة ومجموعة كبيرة من الفرق العربية والخليجية مشاركة في هذه البطولة. عشان كذي فريق دراج 965 الكويتي متواجد بهذه البطولة واحنا متواجدين معاهم على اساس نوريكم ما يفعله هؤلاء الشباب القوي. طبعا مجموعة كبيرة من الشباب الكويتي اللي كلنا نفتخر فيهم قاعد يحققون الانجازات وقاعد يطلعون كل طاقتهم في اماكن مخصصة. هذه الحلقة ايضا هي حلقة توعي الشباب اكثر في ان اذا انت حاب الدرافت او الميكانيك او السوالف هذه كلها او سباق السيارات، هذا لا يقام في الشوارع العامة اللي يكون هدفها الانتقال من مكان إلى آخر. هناك أماكن مخصصة ممكن أنت تبدع وتحصل على جوائز وتسوي اسم وترفع اسم ديرتك. فبدعوة كريمة من قبل نادي الربع ميل وأيضا الشيخ محمد خالد الصباح رئيس فريق دراج 965 وأيضا من قبل السيد أنور أحمد اليتامة مدير فريق دراج 965، احنا متواجدين هني في البحرين على أساس نوريكم الكثير من الفعاليات والأشياء الحلوة. إن شاء الله يكون المكتب مبين من عنوانه، راح تشوفون أشياء وايد مهمة لكل الشباب والبنات، فتابعونا من خلال هذه الحلقة الخاصة. طبعا انا متواجد الحين في الورش الخاصه او الجراجات الخاصه اللي قاعدين يجهزون فيها شباب الكويت، ابطالنا شباب فريق دراج 965 هني في مملكه البحرين. الكل جاهز، وبصراحه لما نشوف هذه الطاقه وهؤلاء الشباب نفخر ان عندنا شباب كذي، كل شيء قاعد يشتغلون بانفسهم. ما ابي اطول بالكلام اكثر من كذي، راح تشوفونه بعينكم. وشباب الكويت ما زالوا مستمرين في يعني استخراج الطاقة الكبيرة اللي موجودة عندهم، واحنا مكملين اكيد في حواراتنا مع فريق دراج 965 في مملكة البحرين. واحنا يسعدنا ان يكون معنا مستر صادق تقي المشرف الفني على فريق دراج 965. حياك الله معنا من خلال الراي ورايكم شباب. اهلا وسهلا وحياكم الله. اهلا وسهلا، ويلكم رايكم شباب. واحنا وايد سعداء بهذا الانفيتيشن ان خليتونا ني ونشوف شباب ورجال الكويت قاعد يسوون. تكلمني بس عن مهامك الاساسيه والرئيسيه اللي تسويها من خلال الفريق. اولا نشكركم على وجودكم، هذا طبعا هذا احنا بالنسبه لنا المورال سبورت وايد مهم، فاحنا لما يصير في عندنا ناس من الكويت يتابعنا هذا شيء كبير بالنسبه لنا، فاحنا وايد نشكركم على وجودكم. اثنين، انا اسمي صادق تقي، انا الكرو تشيف مال الفريق، انا المسؤول الفني على الفريق بالكامل. عندنا سيارات وعندنا دراجات نارية، انا الشخص المسؤول عن الامور الفنية موست لايكلي او اكثر بالسيارة. نعم، يعني ميكانيكيا تكنيكيا مسؤول بالاخص عن السيارة وعن التجهيزات الخاصة بالسيارة. اذا بتكلم عن السيارة هذه اللي بجانبنا هي خاصة ب نقول عنها الهيرو او البطل بدر خورشد، تكلمنا عن اللي يميز هذه السياره. اوكي، هذه السياره من فئه البرو نايتروس. هذه سياره جديده عمرها اقل من سنه، مصنوعه بامريكا، موديلها كامارو 1968، سويتها شركه ما متخصصه في السيارات الدراج ريس، جيريبيكل ريس كارز. السياره اللي يميزها عن السيارات الثانيه انها هي النيو جينيريشن، خفيفه، ديزاينها مختلف، ماكينتها كبيرة شوية، أكبر عن سيارات اللي أقدم منها شوية. والحمد لله جربناها في قطر قبل كم شهر وكانت نتائجها وايد زينة، وايد زينة. مستر صادق، أنتوا حاسين أو متوسم خير بالشباب في أن أنتوا تحصلون على اللقب أو تحصلون على الكاس؟ والله شوف، هو ما في كسور إن شاء الله بالفرق الثانية، بس فريقي يعني صار لي وياه 5 سنوات، الكرو على قولتهم متعلمين على إيدي، فأنا الناس اللي أنا وياهم واثق فيهم، ولا ما كان اشتغلوا في سياره قيمتها فوق ال 150 الف دينار. السياره الناس اللي تشتغل فيها متمكنه منها 100%، ودليل على ذلك ان احنا حصلنا على بطولات، سوينا ارقام عالميه مع ابطال عالميين، فعشان كذي انا متامل خير. يس، متامل خير. نعم، وتفاؤلوا بالخير تجدوه، فحضرتك اكيد مع كل الابطال والشباب متفائلين. شنو اكثر شيء يعني شاغل بالك الحين او حاليا؟
اكثر شيء شاغل بالي حاليا ان السياره هني بالبحرين عند الكلاس اللي احنا فيه اسمه برومود مو برو نايتروس. برومود في وزن معين لازم السياره اللي هو 2425 باوند، احنا السياره اخف من كذي، فاضطرينا نزيد وزن. لما تزيد على الوزن كل الكاركترستكس مال السياره راح تتغير، فلازم انت تعدل كل شيء على هالموضوع هذا. فاحنا هذه المشكله اللي عندنا، فان شاء الله بس هذه سنه الحياه، مشاكل تتعداها، تصلح، تسوي، تعدل. هذه المشكله الوحيده، هي مو مشكله، هذه العقبه الوحيده، لكن ان شاء الله اليوم في كواليفاينج وان شاء الله نسوي خير. ان شاء الله انتم قدها وتتغلبون اكيد على كل هذه العقبات، وهي مثل ما قلت حضرتك عقبه واحده. بس كلمه حق كل الشباب، سواء الشباب اللي اليوم راح يشاركون في السباق او الشباب اللي قاعد يتابعونا وعندهم شغف بهذه الهوايه او الرياضه بس خايفين. انا اول شيء اقول لا تخافون، واحد، لان السيفتي في هالرياضه فوق ما تتخيلون. وعشان أأكد على كلامي، أنا بنتي عمرها 10 سنوات عندها سيارة سباق، أول بنية كويتية وأصغر بنية كويتية راح تكون في السباق هالسنة مع فريقنا، راح تكون قاعدة تسابق سيارتها الحين مو جاهزة، راح تجهز إن شاء الله شهر 12 حق سباق قطر البطولة العربية. فعشان مشان يعني عمرها 10 سنين ومشاركة في السباق. أوكي، بأمريكا في فئات يسمونهم جونيور دراكسترز، اللي هم حق مثلا يعني هذا ايفنت مو شبابي، هذا ايفنت ما له علاقه ان انت ميل او فيميل، ما له علاقه ان انت سنجل او متزوج، هذا ايفنت بامريكا عائلي، لانك تقضي يوم كامل. فانت مثل ما تروح كره قدم تاخذ عيالك وزوجتك، هني تقدر تجيب عيالك وزوجتك. فاحنا دراجنا 65 الفريق هذا بصراحه يمكن من اول الناس، واحنا فخورين ان احنا اكثر ناس قاعد نسوي اويرنس بالذات حق الكويت والمنطقه اللي احنا فيها، ان شباب ترى هذا الموضوع مو خاص بالشباب، هذا موضوع ممكن يصير فيه العائله. عشان كذي جبنا سيارات حق عيالنا، فانا اول واحد يجيب سيارتنا سياره حق بنتي عشان الناس تشوف بعينها ان الموضوع هذا وايد سيفتي، لو مو سيفتي ما حطيت بنتي فيه طبعا. وان شاء الله عن قريب راح تشوفونها ان اكت يعني اي ان شاء الله. واحسن على قولتهم اكثر من يعني ان انت فلوسك لما تقطع سيارتك ووقتك تقطع سيارتك تجيبها بمكان مختص، احسن من الشارع واللي قاعد يصير بلاوي الشارع اللي قاعد نشوفها كلنا كل يوم. كلامك صحيح، وهذا يحمي وايد من شبابنا والمشاكل، وفي السيفتي والاسعاف وكل وسائل الرعايه اللي انتم موفرينها لكل الشباب. يعطيك الف عافيه، ثانك يو سو ماتش، وان شاء الله منها للاعلى وتحصلون على النجاح وتجيبوا الكاس. امين يا رب. شكرا، شكرا جزيلا، الله يعطيكم العافيه. شكرا حبيبي. ابراهيم الحمدان المسؤول الاعلامي بفريق دراج 965، حياك الله معنا. الله يحييك، مساك الله بالخير. الله يسلمك حبيبي. حبيبي سعداء اكيد بالتواصل معاكم وعلى هذه الانفيتيشن، ان خليتونا نشوف ابطال ورجال وشباب الكويت قاعد يسوون في هذا السباق. شلون شايف تعاون الوسائل الاعلاميه الكويتيه والخليجيه والعربيه معاكم؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، وسائل الاعلاميه مو مقصرين معانا، مسهلين كل المهام وماخذين الحدث بكامله وتغطيته، ما قصروا معانا. نعم، من تلفزيون وايضا جرائد صحافه. اي نعم، من تلفزيون وصحافه مغطين كل شيء. نعم طبعا تاكيد وايد تعبان، لان كل شيء يعني على عاتقك وانت اللي متحمل المسؤوليه كامله. شو شايف مستوى الفريق؟ طبعا مستوى الفريق ان شاء الله راح تشوفونه في الميد، ويشرف ان شاء الله في بالنسبه حق المشاركين. نعم. راح يشرف الكويت طبعا بعد بالاخص بالمشاركه طبعا بالبحرين، والمشاركات اللي راح تصير ان شاء الله قدام في الدول الاخرى طبعا الخليجيه والعالميه ان شاء الله. نعم. انت اول مره تكون مع فريق دراج 965 في هذا الموسم او السيزون، ولا انت معاهم من البدايه؟ طبعا دراج 965 هو تو تاسس جديد الفريق، اي صار له 4 شهور، فانا اول بدايتي معاهم ان شاء الله. يعني اي معاهم. اي نعم. شو اللي تعلمته منهم؟ طبعا تعلمت العمل الجماعي، وان كلنا ما في بين مسؤول وبين منصب عالي، كلنا تيم واحد.
من كبيرنا لصغرنا كمنصبا يعني. نعم. انت الحين في البحرين، الخطوه القادمه ان شاء الله الى اين؟ قطر ان شاء الله، وبعدها دبي. اي نعم. كلمة تقولها حق كل الشباب، لأن في شباب وايد يحب هذه الهواية، في أنه يقحص يشفط يتسابق يسرع، ولكن يختار الأماكن الخطأ. فشنو تقول حق هؤلاء الشباب في أنه إذا هو حاب أنه يطلع كل الطاقة اللي فيه أنه يتوجه لكم كفريق، لأن أنتم بطلين الأبواب للكل صح؟ طبعا يتوجه لنا، لأنه راح يكون الترتيب آمن حق الناس نفسها اللي تبي تشارك، والتنظيم وبالعكس راح يصير تغطية إعلامية وراح يبرز أكثر، ولا راح يتعدى القانون ان في طريقته بالسباقات برا خارج يعني الشارع. فهني الحلبة سيفتي من عندك المطافي وعندك الاسعاف موجوده، فكل شيء منظم وقانوني، ونفس الوقت تشجيع حقك ان الناس كلها راح تتابعك وتيك بمكان مرتب. صحيح. يعطيك الف عافيه وموفقين ان شاء الله في هذه البطوله. الله يسلمك، واشكر تلفزيون راي على استضافتهم لنا. فريق رائع بصراحه، دراج 965. وانا الحين لبست الملابس الخاصه بهذا الفريق، لبست ابيض عشان اسمر، في ايضا الاسود. بصراحه يعني فريق 100%، وشباب كويتي قاعد يشتغل بكل طاقته وبكل جهده واجتهاده على اساس انه هو يرفع اسم هذا الفريق، فريق دراج 965. ليش اسمه 965؟ اللي هو الكود نمبر الكويت، اكيد الكل عارفه، بس قاعد اذكركم. قاعد نشوف سياره روز رويز مكتوب عليها دراج، راح اركبها معاكم وتشوفونها من بعد الفاصل. عودة من بعد الفاصل، التواصل مع كل مشاهدينا الراي وبرنامج رايكم شباب اللي قاعد نلف وندور بكل انحاء الوطن العربي. اذكركم ان احنا للحين ما زلنا معاكم في اليوم الاول، عندنا يوم ثاني ايضا بهذا السباق وهذه البطوله الرائعه. طبعا مثل ما انتم شايفين ان انا قاعد في سياره تعتبر من اغلى انواع السيارات في العالم، هي الرويز رويز نوع جوست. طبعا هذه موديل 2012، وايد ما شاء الله فخمه وحلوة، وتحسس يعني اللي راكبها بالهيبة، مع العلم أنه يعني ساعات الإنسان هو يعطي القيمة للسيارة. عموما احنا ما زال في جعبتنا الكثير، راح تشوفون العديد من الفقرات المختلفة، وشبابنا شباب فريق دراج 965 شنو راح يقدمون من أشياء جديدة. هناك معلومة عرفتها أنهم لما يبون يشتغلون على أي سيارة، السيارة تي لهم من الوكالة جاهزة متأنتكة مثل ما يقولون، وشغلها عدل، ولكن هم يفتشونها بشكل كامل وما يبقى منها يمكن إلا الماكينة، ويردون تصنيعها مرة ثانية. هذا إبداع، طاقة، فكر. ويقولون شبابنا الكويتي ما يشتغلون أو ساعات يكونون كسولين، لا هذول فئة قليلة، ولكن مع الأسف إن الخير يخص والشر يعم، ولكن راح تشوفون بنفسكم مثل ما قاعد تشوفون شباب الكويت شنو قاعد يسوون. احنا الحين متواجدين في الحلبة الخاصة الدولية للفورمولا 1، ومعنا خالد الفوزان من الفريق الكويتي دراج 965. حياك الله ويانا. يا هلا يا هلا، شلونك يبا حبيبي؟ الله يسلمك. طبعا مو غريب على الراي ولا برنامج رايكم شباب، وسعداء ان احنا نشوفك هنا. مشاركتك بموتور سايكل صح؟ نعم، انا اشارك في ستريت بايك. احنا قومتنا 400 متر، فالشباب في عندهم فئات ثانيه، الستريت السوبر ستريت بايك والبرو بايك، هذا ال 200 متر. حلو. وان شاء الله هالمره نتوفق، هذه البطوله الاولى، شويه الواحد يكون يعني لا مو مرتبك، في شغلات يعني تعديلات تكون تتغير، فناخذ على الوضع يعني من البطوله الاولى ان شاء الله حق البطولات كلها ان شاء الله. لا ان شاء الله قدها، وان شاء الله اكيد راح تبيضون الوجه سواء فزتوا او لا، كافي المشاركه في مثل هذه النوع من البطولات والمسابقات. مو خايف كلش؟ لا نهائيا، بالعكس متشجع حيل، هاي احنا ناطرينها من زمان، ناطرين يبدا الموسم من زمان. نعم. الرياضه احنا يعني فيها دمنا صايره يعني نحبها وايد. نعم. ان شاء الله نتوفق ان شاء الله، يا رب ان شاء الله. الله يحفظكم. شنو اهم صفه لازم تكون متواجده في اي شاب يبي يدخل او يمارس هذا النوع من انواع الرياضه؟ شوف هاي الرياضه مو سهله، يبي لها واحد اول شيء يكون ماخذ على الوضع، عنده قدره على السياقه، وعنده قدره على استوعاب
التراك. التراك طبعا غير عن الشارع، يفرق وايد، يفرق هنا الارض تمسك، يعني الباور طلع يكون يعني كل الباور البسيكل يطلع هنا، ما يطلع يعني مثل الشارع. وهنا عندك الاشاره تحكمك علشان تقدر تقوم، في شغلات وايده تفرق يعني. بعدين الرياضه هذه يبي لها واحد شويه يكون قلبه ميت، يقدر يسوقها يعني، يقدر يتاقلم معاها. ويعني واللي بيبدي لازم يبدي شوي لما ياخذ على الوضع مثل ما بدينا احنا. حلو، شو شايف استعدادات الفريق الكويتي هنا في مملكه البحرين؟ الكويتيين ملوك طبعا، ما في كويتيين، ما في، يعتبر السباق فاشل. احنا دائما مسيطرين، خاصه بالدراجات كلها كويتيين، المراكز الاولى كلها كويتيين. نعم. ما حد يقدر ينافسنا الا شيء بسيط يعني ما يذكر يعني. نعم، وشو شايف مستوى البطوله كاهتمام الاداره هنا في البحرين في الحلبه الفورمولا 1، شو شايفها؟ لا بالعكس، شيء قمه، شيء مرتب، اي شيء دولي يعني، قاعد اتكلم عن شيء دولي. ما يرضون على اي شيء، اللبس لازم سيفتي كامل، الخوذه، الهلمت هي لازم لها تاريخ معين، بعد سنتين ممنوع الدش. الاهم شيء عندهم السيفتي وتنظيم، التنظيم وايد قوي، ومرتب ابعد الحدود يعني، يشجعونك انك تتسابق، يهتمون فيك، يهتمون بالسباق. الحين هالسنه سووا وردوا نفس اول، سووا بطل موسم الحين فيها نقاط وهذا، فيشجعونك بالعكس. هذا الصوت اللي قاعد يطلع صوت الكزوز؟ اي هاي صوت الكزوز هذا. عالي جدا، بس هذا المكان المناسب في انه يطلع هذا الصوت، مو في الشارع وفي الاماكن العامه لازعاج الاخرين. هني الناس اللي يحبون هذه الرياضه يتوجهون سواء في البحرين وحتى في الكويت، راح يفتتحون حلبه. اكيد اكيد اكيد. هذا شوف الدراجات هذه ما تستخدم بالشارع، هذه حدها الترك هني 400 متر وخلاص، بس اكثر من كذي تتعور الماكينه، مهيئه حق الترك هذا، بس مستحيل تستخدم الشارع، مستحيل، لان ما يستوعبها الشارع، راح يصير في تشفيط يعني، ما راح تمسك الارض هني، يبي لها ارض خاصه عشان تقدر تقوم فيها. جود لك وموفق خالد، وراح نشوفك بعد شوي في السباق. شكرا، ان شاء الله. حياك الله، يا هلا، حياكم الله، مشكورين، ما قصرتوا. Force Induction Technology FIT، هذا هو الفريق الكويتي اللي مشارك بقيادة ومشاركة عبد الله النجدي. حياك الله معنا عبد الله. الله يحييك، الله يسلمك. شو تجهيزاتكم حق الحين تدخلون البطولة؟ صح، دقائق وتدخلون. صحيح، إن شاء الله ناطرين بس دورنا وندش إن شاء الله. أول مرة تشارك بهذه النوعية من البطولات ولا لك مشاركات سابقة؟ لي مشاركات سابقة، وكانت مثل ما تقول بداية لي، وإن شاء الله السنة هذه أحاول ندش بقوة الموسم هذا. يعني أنت متوقع الفوز إن شاء الله؟ والله احنا نسوي اللي علينا والباقي على الله. يلا ونعم بالله. اليوم يعني بتشارك وباكر بعد ولا بس اليوم؟ ان شاء الله اليوم وباكر باذن الله. على اساس تفوزون؟ للي مو عارف او مو فاهم، يعني الفوز فريق على فريق اخر يقاس بسرعه، بالتكنيك، بقوه صوت الكزوز، شنو؟ حاليا الوضع اللي قاعد يصير الحين قصص منه، يقومون السياكل او السيايير يدشون داخل وياخذون اقوى رقم يقطع الربع الميل مع اضعف رقم، ويسوون بينهم دوري الثمانيه اللي هو راح يصير باكر، يكون دوري خروج المغلوب. فهي مبدئيا اليوم راح يكون مجرد سباق، وكل واحد يسجل الزمن ماله، وباكر ان شاء الله راح يكون الدوري الذبحه مثل ما نقول. لا ان شاء الله موفقين، ان شاء الله تجيبونها وتربحون. شو شايف المنافسه مع الفرق الاخرى؟ المنافسه قويه ولا تحس ان انتم جدا واثقين من انفسكم فيكم، انتوا شبه متاكدين انكم راح تفوزون؟ بالعكس، الفرقه قويه جدا، وما في ولا سايق هنا او سيكل واحد يستهين فيه، كل الشباب والنعم فيهم وسياكل قويه، وراح تشوفوا بعينك ان تقدر تقول كل سيكل موجود هنا يا له وقت خذه في المركز الاول.
فالمنافسة بيننا كنا، وإن شاء الله الله يوفق الجميع. إن شاء الله. شو اللي ميزك لك؟ هوم ميد مثل ما يقولون. أنتم مسوينه بنفسكم. صحيح، هذا كنت مسويه بقراج، وبعد ما عدلناه خذينا البيت، عدلنا على شغلات وايد، جبت الماكينة من برا، وهذا الحين السيت اب كله هوم ميد مثل ما تقول، فالله يستر. لا قلت لك ان شاء الله، بالعكس الكويتي انفع، فان انتم قادرين على صناعه مثل هذا الموتور سيكل، لان كله يقولون شباب الكويتي ما يسوي ما يشتغل و الى اخره، انتم قاعد تثبتون عكس هذا الكلام. موافق عبد الله؟ وابي كلمه حق كل الشباب اللي يحبون هذه الرياضه او الهوايه. حب اقول حق الشباب يعطيكم العافيه، واللي فيه طاقه ويبي يتسابق يفرغها بالنادي افضل من ما انه يتسابق بالشارع، ومثل ما تقولون عندكم اهل يفكرون فيكم بالوقت. يعطيكم العافيه. شكرا. هذه كانت جولتنا في اليوم الاول، وشفنا ما شاء الله عليهم شباب الكويت شنو ابداعاتهم، شنو اللي سووه، شنو تطلعاتهم، والكل حاب وعاشق لهذه الرياضه او الهوايه او اللعبه، لان بالنهايه هذه لعبه فيها فوز وخساره، وكلهم روحهم رياضيه. يعطيهم الف عافيه. اهم شيء السيفتي، ممكن تلبسون اللبس الخاص في الموتور سايكل. طبعا انا اول مره البس هذا اللبس، واعتقد انه اخر مره، بس هو وايد حلو وكول، فان شاء الله راح تتواصلون معانا، لان احنا بكذي نكون خلصنا جولتنا في اليوم الاول. اليوم الثاني والنتائج راح تكون باكر بالنسبه لنا وبالنسبه لكم. من بعد الفاصل نطرنا. عودة من بعد الفاصل، مثل ما قلنا لكم ان احنا راح نكون معاكم لليوم الثاني على التوالي من مملكة البحرين. فعلا هذا ثاني يوم عندنا هنا في الفورمولا 1 في الحلبة الدولية، لتغطية الفعاليات اللي قاعدة تصير هنا. راح تشوفون اشياء كثيرة وعديدة، ومستمرين معاكم، وخلنا نشوف النتائج في نهاية الحلقة، وان شاء الله يفوز الفريق الكويتي. تابعونا للآخر. دراج 965 قاعد يواصل نجاحه من خلال اكيد هذه البطوله الفورمولا 1 في الحلبه الدوليه في البحرين. معنا محمد الجري من فريق دراج 965، حياك الله معنا من خلال الراي. ورايكم شباب؟ الله يسلمك. الله يسلمك حبيبي. موفقين انتم، امس تاهلتوا صح، والحين ان شاء الله احنا في اليوم الثاني مثل ما عارفين مشاهدينا. الحين دقائق وتدخل صح؟ اي نعم، بعد شوي ان شاء الله تدخل مع متسابق مسفر مسفر. اول شيء حبيت اشكر السبونسر دراج، صاحب فريق دراج 965. زين احنا الحمد لله جهزنا دراجه حق اليوم ان شاء الله، وان شاء الله الله كريم الله يكتب فيه الخير. نعم، انتم موتور سايكل تحديدا. من فئه الستريت. زين عندنا بعدها من فئه السوبر ستريت يعقوب العلي وبدر بن عيدان. نعم، وان شاء الله بس طاحوا ويا بعض للاسف، وان شاء الله زين ان شاء الله قدام. نعم، حاس ان انت واثق من الفوز ولا شوي متردد؟ والله صراحة وياي متسابق ما شاء الله عليه، يعني من الكويت هو مسفر، مسابق كبير، مسابق ما شاء الله ذو خبرة، وإن شاء الله الله يكتب فيه الخير إن شاء الله، ويصير فينا النصيب بعد إن شاء الله. موفقين. إيش رأيك في هذه البطولة لهالعام؟ الحمد لله تجهيز طيب من الشباب، ما قصروا الشباب كلهم الحمد لله، سياكلهم زينة، درجاتهم كلها 100%، بس إنه الحين باقي بس مثل ما تقول يعني مكاين جديدة، شغل جديد، فبس باقي التعديلات، ما التعديلات هذه اللي شوي قاعد تأخرنا شوي. الفرق الثانية قوية جدا، ولا تحس ان انتم كفريق كويتي جاهزين اكثر منهم؟ لا والله، حتى الفرق الثانية عندنا من السعودية، عندنا من قطر، عندنا من البحرين، هم الفرق هم يسوي يعني نسوي لها الف حساب. ما شاء الله المنافسة صارت كل سنة عن سنة تصير اقوى واقوى، بس الحمد لله يعني شباب الكويت مو مقصرين. نعم، بعد شوي راح تطلع النتائج صح؟ ان شاء الله بعون الله. والفائزين هو فائز واحد ولا اكثر من فائز؟ فائز الاول والثاني والثالث. كم تتوقع؟ ان شاء الله ان شاء الله الاول ان شاء الله. ان شاء الله. جود لك محمد. الله يسلمك حبيب، مشكور. ومكملين مع شبابنا في الحلبة الدولية في البحرين، واحنا الحين مثل ما عرفوا مشاهدينا في اليوم الثاني، وبعد التأهلات وفوزكم امس موفقين ان شاء الله يا شباب. معنا عبد الله النجدي ومشاري العتيبي، حياك الله معنا. الله يحييك، تسلم. شو اخبارك؟ يا هلا والله حبيبي، سعداء فيكم. انتوا امس تأهلتوا، فشلون امس كانت المنافسة او النتيجة؟ كانت أمس النتيجة بالنسبة لي أنا وايد سيئة، والمنافسة كانت وايد قوية، بس اليوم من حسن حظي أن أعطوني رن اليوم، لأن أمس تأخر الوقت وايد، والرن بالسيكل مالي أنا غير نتائج كلها. ليش النتيجة سيئة؟ أنتم متأهلتوا؟
تأهلنا أمس، أنا ما تأهلت، كان السيكل فيه مشاكل، فاليوم شغلت السيكل الحمد لله. طبعاً مشاري فيجي ما قصر، ساعدني مساعدي وصديقي وأخوي، واشتغل السيكل ويبنى رقم طيب إن شاء الله، والحمد لله تأهلنا. ومشاري بالنسبة لك أمس شلون شفت المنافسة؟ والله منافسة صعبة، والحمد لله تأهلنا، كانت عندنا شوي مشاكل وعدلناها لآخر اليوم وتأهلنا الحمد لله. موفقين. أنا اللي عرفته أن أنتوا الحين منافسين لبعض، وفي واحد راح يكون غالب والآخر مغلوب، فشلون يعني من فريق واحد وفريق الكويتي اللي هو الـ FIT؟ هي كانت القرعة، يعني القرعة ما خدمتنا بالموضوع هذا، فصرنا ويا بعض بنفس المجموعة، والحين نتقابل على قبل النهائي، وبالنهاية احنا اثنين رافعين اسم فريق واحد، وطبعا وبالأصح نقول رافعين علم الكويت، فاللي يفوز فينا ان شاء الله راح يوصل النهائي، وان شاء الله باذن الله علم الكويت راح يكون فوق ان شاء الله. تتوقع تفوز على عبد الله؟ والله ما يندري، هذا ريس يعني النتيجة تبين بالجسمة. بالنسبة لك تتوقع راح تفوز على مشاري؟ والله سواء أنا فزت أو مشاري فاز، إحنا واحد مثل ما نقول، وإن شاء الله أهم شيء، أهم شيء سلامتنا إحنا الاثنين، والطيب يستاهل، وإحنا فوزنا واحد مثل ما قلت لك. ألزم ما علينا نرفع علم الكويت لفوق إن شاء الله. طبعا أكيد، والنعم فيكم يا شباب الكويت. متوقعين الفوز تحديدا أنت وكفريق كويتي، خصوصا مع المنافسة الكبيرة بين الفرق المشاركة من قطر وكل دول الخليج؟ إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله نحقق النتيجة طيبة. بعد كذا تطلع النتائج؟ إن شاء الله الحين سباقي أنا مشاري راح يكون على دوري الأربعة، والفايز فينا راح يوصل النهائي، وننتظر المجموعة الثانية، اثنين كويتيين وطبعا في منافسنا الثالث سعودي بطل الخليج. موفقين. الله يسلمك ويخليك. يعطيكم العافية، مشكورين. ومعنا الحين عضو نادي الربع ميل لسباق السيارات والدراجات استاذ احمد القلف، حياك الله معنا. يعطيك الصحه العافيه، مشكورين. طبعا اول شيء ابي اشكر قناه الرايد تواجدها في حلبة البحرين الدوليه والتغطيه الاعلاميه للشباب الكويتي، صراحه يستاهل، ان اول بطوله ومشاركه جديده، زائد ان مفاجات وايد كانت حلوه بالنسبه للفرق الكويتيه، فرق جديده يعني دخل علينا بالفرق هذه، اللي هو التراك 965 للشيخ محمد الخالد صباح، معانا لكيو 80 الشيخ دعي الفهد صباح، معانا عندنا كيو 8 بوس هذا فريق محمد سليمان ومحمد اشكناني، معانا ايضا فريق اللي عندنا معانا فريق بي او كي، هذا فريق جديد شباب، يعني صراحة أنا قعدت معاهم روعة. وللمعلومة نحب نقولها لفريق يعني تلفزيون الراي ومحبي قناة الراي، أن كل اللي راح تشوفونهم كويتي 100%، سيارات تجهيز شواصي ماكينة، يعني راح نقدم لك برنامج راح تشوف أن الشباب شلون قاعد يشتغلون بيدهم، سواء الصبح ليل عصر، يعني صراحة أبلوا بلاء حسنا للكويت. ونتمنى أن الجهات المعنية سواء وزارة الشباب، هيئة شباب الرياضة، يعطون الدعم الأكبر. يعني أنا أشكر شكر كثير، ليش أنا قلت شيخ محمد خالد صباح وشيخ إدعي الخليفة شعيل فهد صباح، يعني شيخ إدعي ما قصر وشيخ محمد ما قصر، وايضا يعني بالاخص انا اشكر اللي اعطانا الجرين لايت، فتحنا زياده على اللزوم، اللي الشيخ علي الفواز صباح رئيس مجلس نادي الكويت الربع ميل قال فتحوا كثر ما تقدرون. فعلا الان بالكويت راح تكون تقريبا يعني نقول 12 رياضه على الدائري السابع، دريفت، فري ستايل، الرالي عن قريب جاي، الدراج ايضا ان شاء الله عن قريب جاي، الموتور كروس، محبي رياضه الكارتينج ايضا احنا جايين بقوه، جايين كذلك حق محبي البانشيز ما بانشيز انزين الاي تي في ايضا. هذه كل الرياضات انا مثل ما نوه واعلنت من السابق انه راح يكون موسم اللي راح سميته انا موسم الشباب،
وفعلا ان شاء الله راح يكون عن حسن ظن الشباب بقياده اداره نادي الكويت الربع ميل، وايضا في مجلس اداره نادي الكويت الربع ميل، وعلى راسهم شيخ علي فواز الصباح. يعني اشكر الشكر الجزيل صراحه. انا راح اكون محايد، بس انه 24 ساعه شغل متواصل مع الوزارات مع المسؤولين، لازم نسوي مضمار. ويعني الحمد لله المضمار تم استلام الأرض هدية من سيدي الوالد القائد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد جابر صباح، صراحة يعطي الصحة والعافية، إنه ما قصر برد قلوبنا، عطانا الأرض. والكل اللي يروح وراء الدائري السابع راح يشوف الأرض شغالين فيها، بس إنها كبيرة وراح يصير فيها رياضات كثيرة، وبلشنا أراضي يعني الدراج بلشنا، ودريفت 965 عفوا دريفت 965 بلشنا، والدراج ان شاء الله عن قريب ناطرين بس الموافقات وراح نبلش ان شاء الله. راح تلقون الموافقه وتحصلون على هذه الموافقه. استاذ احمد، ايش رايك في البطوله لهذا العام، خصوصا حضرتك المعلق الاساسي فيها؟ والله انا ماني المعلق، ولكن البحرين دائما يطلبوني وانا ما اردهم، ما اقول لهم لا، يستاهلون اخواننا. ويعني بالنسبه تجهيز البحرين شو اقول لك، دائما رائع، ما نقدر نقول شيء. يعني حلبة دولية، استاف متواجد مثل ما تشوف، ينظرون إلى السيفتي دائما، كل حلبة سواء البحرين قطر الإمارات السعودية ينظرون أول شيء السيفتي، المسابق السيفتي. أيضا إذا صار حادث ولا شيء فعلا ينظرون للسيفتي، والسيارات هذه على فكرة والدراجات عليها سيفتي عالي جدا، سواء البعض يقولك دراجة نارية سريعة، بالبحرين يشيكون حتى اللبس، ترى فيه تاريخ الإكسبيري ديت للفيست نفسه اللي لابسه واللبس اللي لابسه، أيضا الخوذة. طبعا يعني البعض يقول إنه فقط رياضة، لا، عليها ريستريكشنز عالي، عليها حلبة البحرين حاطين قوانين صارمة جدا أن تكون هذه الرياضة ناجحة في حلبة البحرين. وأشكر الشيخ سلمان صراحة بن عيسى الخليفة على أنه فتح المجال لكل الفئات الخليجية وغير الخليجية، علما ترى المشاركين معانا في بطولة البحرين الجولة الأولى أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا استاذ احمد، ما قصرت، وقلت لك ان شاء الله دائما نشوفك في مثل هذه الملتقيات الرياضيه. شكرا. شباب دراج 965 مستمرين من خلال البطوله المقامه في مملكه البحرين، وتحديدا في الحلبه الدوليه للفورمولا 1، ومعنا بشهاده الجميع من احسن الابطال المشاركين يعقوب العلي، حياك الله معنا. الله يحييك، يعطيك العافيه على المبادره الطيبه هذه. الله يعافيك، ما قصرت، احنا اللي سعداء فيك. انت امس تاهلت وفزت، واليوم ان شاء الله بعد شوي راح تدخل وتلعب، صحيح؟ صحيح. شو توقعاتك؟ واثق الخطوة يمشي ملكا؟ والله من أمس تعرضت لمشاكل وصار لي حادث، انكسر علي الرنج الأمامي، فاضطريت أني أنسحب، والشباب ردوا وشجعوني ثاني مرة، يا بولي رنج كملت، سويت رن سيكل من بعد الويل وكسرت الرنج مو مضبوط، فقاعد أعدل عليه شوي شوي، الحمد لله تأهلت يعني، بس أنه قاعد أحاول أعدل الأفضل إن شاء الله، والله يتمم لي فيه الخير إن شاء الله. اولا خطاك السوء، ثانيا بالنسبه لمشاركتك امس، يعني فزت تاهلت على الرغم من المشكله او العقبه اللي واجهتها. اي نعم. نعم، بعد شوي راح تلعب ان شاء الله، شنو استعداداتك؟ حاسس انك شوي خايف ولا عادي واثق؟ والله متردد شوي وخايف شوي، لان عندي مشكله بالسيكل للحين يعني ما حليتها. ليش ما حليتها؟ والله حاولت اني اعدل عليها، المشكله السياكل هذه ما تعدل برا، لازم بالترك نفسه يعني. راح تعتمد على حرفنتك في اللعب على الرغم من المشكله اللي واجهها الموتر سيكل الخاص فيك. شلون شايف مستوى البطوله لهذا العام؟ والله مستواها طيب كاول بطوله لنا يعني، وان شاء الله الافضل ان شاء الله. بالنسبه للفرق المشاركه شلون شايف مستواهم؟ المنافسه قويه؟ والله منافسه قويه بصراحه، من السعوديه من الكويت، يعني ارقام عالميه، زمان عالميه بصراحة. اوكي، من بعد البحرين في مشاركات قادمه بدول اخرى؟ في ان شاء الله بعدها بحرين هم، بعدها ان شاء الله قطر راح يكون على شهر 1 ان شاء الله. يعقوب موفق، يعطيك الف عافيه. الله يعافيك، تسلمون ما تقصرون، حياك الله. خلونا نروح فاصل قصير، نرجع نعاود مع الراي وبرنامج رايكم شباب، واخر فقره من رحلتنا الى البحرين.
احلى باكل احلى ناس. احنا معاكم بالفقره الاخيره من خلال هذه الحلقه الخاصه. احنا جدا مستمتعين بهذه الاجواء الحماسيه الشبابيه اللي كلها اصوات، ولكن اهم شيء ان الشباب يستمتعون ويرفعون اسم الكويت مثل ما قاعدين يقولون. احنا مكملين معاكم وتتمت الحلقه، فخلنا نشوف شنو عندنا من جديد. بدر بن عيدان ايضا من احد الشباب المتاهلين من فريق دراج 965، حياك الله معنا. الله يحييك. شلون امس كانت البطوله وشلون كانت تجهيزاتك؟ والله يعني انا سويت شيء شغل جديد ويعني يبي له وقت، فالحمد لله انا جيت التجارب يوم الثلاثاء والاربعاء ويبي لي بعد وقت زياده ان شاء الله. انا امس جبت رقم يعني رقم زين، اهلني اخذت المركز الثالث بالتاهيل، وان شاء الله الحين يبين التعديل الجديد. انا بعرف بالنسبه حق الناس اللي ما يعرفون، هو الفوز يقاس على اساس شنو؟ السرعه ولا التكنيك ولا الشكل ولا شنو بالضبط؟ على الزمن، على الزمن. انت تكون سريع ب اسرع وقت في اقصر زمن. الربع ميل في الربع ميل احنا. نعم. الحين بعد شوي انت راح تدخل. الحين راح ادخل. الحين. ايه. ما بقى شيء. ايه ما بقى شيء. زين لك كم محاوله؟ بالكوالفاين كان لي كذا محاوله. بعدين الكوالفاين لي محاولتين اني اجيب فيهم زمن، اتاهل من الثمان الاوائل، يعني من الثمان الاوائل يعني مثل دوري الثمانيه، الاول ويا الاخير والثاني ويا السابع والثالث، يعني كذي. الحين احنا على الفاينل، اي بعدين في دوري الاربعه، اذا طفت هذا راح ادش على دوري الاربعه. هذا كله اليوم؟ اليوم ان شاء الله. خلال كم ساعه تعرفون النتيجه النهائيه؟ تقريبا يعني هني في البحرين يعني الساعه واحدة ان شاء الله خالصين. ساعة واحدة الفير. اوكي. بعد اربع ساعات تقريبا. طيب شلون شايف مستوى البطولة لهذه السنة؟ شلون شايف اهتمام البحرين واهتمام القائمين على الفورمولا 1 والحلبة الدولية بالبحرين تحديدا؟ والله وايد زين الصراحة، يعني قاعدين ينظمون و يعني منتظمين بالقوانين وكذي، وهذا شيء حلو. موفق بدر، جود لك، وان شاء الله تحصدون المركز الاول. شكرا. العفو. هلا والله. مع السلامة. احنا ما زلنا مكملين اكيد في هذا السباق الرائع لفريق دراج 965. الاصوات جدا عالية، ولكن اكيد هذه الاصوات تنم عن حماس الشباب واعضاء دراج 965. معنا بدر خورشت احد ابطال هذا الفريق اللي قابلناه امس، وكنا يعني ناطرين النتيجة، ولكن مع الاسف، احنا ما نقول مع الاسف، نقول الحمد لله يعني على كل حال، في انه تعرض لحادث امس. بدر خورشيد الحمد لله على سلامه. الله يسلمك حبيبي. كلمنا شلون صار الحادث بالضبط. صار الحادث تقريبا على سرعه 275 كيلو. الحمد لله. نبي اهم شيء نقول لكم ان اجراءات السلامه في السيارات وايد وايد ممتازه. اللي انا كان قاعد اكلمكم يعني لو تشوفوا الحادث راح تخافون، بس ان شاء الله يعني احب انصحكم انكم تشاركون هنا، حتى لو يصير حادث السيفتي اهم شيء. وكان يعني الحين قاعد اكلمكم ماكم العافيه ان شاء الله. نعم طبعا. طبعا احنا قاعد نضطر ان شوي نوقف على اساس انه بس قاعد ننقل لكم الاحداث من قلب الحدث ومن نفس المكان نفسه. شو اللي خلى الحادث يصير؟ يعني طبعا اكيد هذا يعني قدر الله. انتوا خلاص تعودتوا على هالاصوات ها؟ طبعا اي عادي طبعا. ما تستغنون عنها انتوا، حتى المنبه ما يقومكم من النوم. لا مستحيل، على التليفون ما نحط سايلنت اصلا. زين بتكلم بالنسبه حق الحادث اللي صار، اكيد هذا قدر الله بالنهايه، ولكن كان في مشكله مثلا موجوده بالسياره ام انت فقدت التوازن؟ لا كان في، تقدر تقول انت عندك مثل يعني نقطه معينه لازم انت تشيل ريلك على البنزين عنها. المهم انا عانيت شويه، فهذا خلى السياره افقد التوازن فيها بدعمت الحار. احنا راح نكمل اللقاء بعد ما تخلص الاصوات. طبعا احنا غيرنا البليس او المكان بسبب علو الاصوات، فنرجع نكمل كلامنا اكيد مع بطلنا بدر. فبعرف مره ثانيه، اكيد يمكن ناس من شوي ما سمعوا عدل، في ان سبب الحادث على وجه التحديد. سبب الحادث هو فقدت توازن السياره انا ودعمت الحائط، والحمد لله دعمته على سرعه 275 تقريبا،
بس الحمد لله سيارة فيها وايد سيفتي، في أمور سيفتي لازم كل إنسان يطبقها. صحيح. فكاني أنا الحين قاعد أتكلم معاكم، سيارة فيها فاير سيستم، طريقة الحزام، طريقة الخوذة، طريقة النظام، هذا كله 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 يبون سلامتك. اللبس مثل ما أنت شايف لازم يكون لبس معين، لبس مخصص، فيعني الحادث قدر الله ما شاء فعل، ما اختف على شيء، بس يعني نقول تنبيه حق الناس اللي قاعد تسابق بالشارع. انا اليوم داعم على سرعه 274 وكان قاعد اتكلم معاكم هنا والحمد لله ما فيني اي شيء. اتمنى من كل الشباب يا اخي كاف مضامير موجوده، ليش ما تشاركون؟ يعني هم من ان سيفتي، الاسعاف موجوده، اول ما وقف طلعت من السياره اول جبالي الاسعاف. الحمد لله على كل حال ان شاء الله، ومعوضين خير ان شاء الله، وان شاء الله مبيضها لكم بالبطولات الجايه. اكيد بمجرد المشاركه بمثل هذه البطوله تعتبر فوز، وبالنهايه هذه لعبه ورياضه فيها ربح وخساره، اهم شيء الحمد لله على سلامتك. وخطاك سو، خطاك اللاش حبيبي. انزين اذا بنتكلم عن مستوى البطوله، ايش رايك فيها في اليوم الثاني؟ متوسم خير في ان الفريق الكويتي صايح يحصل او يحصد النجاح او المركز الاول؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الاول بكل الفئه هم داشين فيها. اتمنى لهم كل خير والله يوفق الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا بدر حبيبي، مشكور اكثر حبيبي حبيبي. معنا الحين الشيخ تعي الصباح، رئيس اللجنة العليا لدراج ريس وايضا راعي لفريق كيو اي تي. حياك الله معنا من خلال تلفزيون الراي. اهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيك شيخ. تكلمنا بس عن مستوى البطولة لهذا العام في مملكة البحرين، شلون شايف البطولة؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، البطولة ما شاء الله كيف ما تشوفون بطولة حلوة عندهم، وكأول بطولة تقام في هذا الموسم. الحمد لله ربعنا الكويتيين قاعد ينجزون ارقام حلوة، ورغم ان ما عندنا مضمار في الكويت وهم يعني عندنا ارقام حلوه. نعم. واشكر طبعا الاخوان الكويتيين على جهودهم العالي اللي صار في الكويت خلال هالموسم هذا. واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله، نشوف احنا اول بطوله الله يوفقنا ان شاء الله. ان شاء الله. شلون شايف بكل صراحه مستوى الفريق الكويتي؟ والله الفريق الكويتي يعني اظلمه لو قلت انه زين، ما شاء الله ما شاء الله عليه انه فوق المستوى زين، و كل سنه قاعد يتحسن عن سنه. بس ما تشوفون يعني والاخوان يشوفون مستوى الفريق الكويتي تغير من سنه لسنه الى الاحسن، وان شاء الله نطمح لهم الى المزيد ان شاء الله. حسب توقعاتك متى راح يكون عندنا حلبه كذي نفس مستوى الحلبه الدوليه اللي موجوده في مملكه البحرين؟ اول شيء على الحلبه اشكر سيدي صاحب السمو على دعمه الارض لنا في الكويت وجهوده وجهود حق عياله عشان هالنادي هذا. وانا اشكر اخوي الشيخ علي الفواز رئيس نادي ربع ميل لوقفه جنب اخوانه، واشكر الشيخ محمد الخالد هم دعمه معانا، وشغالين ان شاء الله احنا في اقوى المستويات ان شاء الله خلال هالسنه هذه، يعني السنه الجايه 2014. نعم، يعني ان شاء الله بعام 2014 يكون عندنا فعاليه ضخمه موجودة في الكويت نفس هذه؟ إن شاء الله، ما أنا ما أقول لك فعالية فخ، بس إن شاء الله يكون عندنا مضمار حق دراج ريس بداية، شغالين إحنا بأول شيء دراج ريس، إن شاء الله يكون عندنا مضمار خلال هالأشهر الجاية، بس من نستلم الأرض كاملة، وأول شيء راح نبلش في الدراج ريس، بعدين فعاليات الثانية مثل عندك الدريفت والكارت وعندك السيركت، هذا شيء ورا شيء، بس أول شيء راح نبلش إحنا في الدراج ريس إن شاء الله. ما بيطول عليك اكثر من كذي عشان تستمتع في البطوله، يعطيك الف عافيه. الله يعطيكم العافيه تلفزيون الراي، وقصرت يعطيكم العافيه. ويانا الحين للمره الثانيه المسؤول الاعلامي بفريق دراج 965 ابراهيم الحمدان، يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيبي. تعبانين صح؟ اكيد طبعا. الله يعطيكم الصحه والقوه. بس قول لي ابراهيم حبيبي، شنو صار من امس لحد اليوم؟ طبعا المنافسه كانت جدا قويه في بدايه الموسم، كل من مجهز يبي يشارك بالانطلاقه الاولى بصوره حلوه، فالحمد لله هم فريق دراج 965 حقق مراكز زينه في التصفيات، والحين مشارك على النهائي. في عندنا البرو بايك والسوبر ستريت حققوا مراكز، وعندنا بدر خورشيد في السياره مشارك حقق مركز، بس للاسف انه في عطل ميكانيكي ما خلاه يشارك في النهائيات. نعم، احنا تكلمنا معاه صح، تعرض لحادث بسيط. اي حادث بسيط الحمد لله، ما في شيء هو. فان شاء الله في الجوله الجايه تشوفون ارقام زينه من بدر ان شاء الله. نعم،
كونكم كفريق مع بعض لما تواجهون مشكلة شلون تحلونها؟ طبعا في مشاكل وايد، مشاكل ميكانيكية، حوادث، مشاكل في الجو. طبعا مشاكل الجو ما نقدر نتصرف فيها لأنه خلاص يتكنسل، لا يتكنسل السباق بعض الأحيان لأنه يصير ما في سيفتي في الحلبة نفسها، خاصة الجو مرطب فراح السيارة تأثر في الرطوبة يعني، وحتى سرعة السيكل أو السيارة يعني. النتائج بعد شوي راح تطلع؟ اي طبعا النتائج النهائية الحين حاليا احنا قاعدين، امس كان في نتائج في الارقام عندك يعقوب ياب 705 اوكي، وعندك براشد ياب 401، فالارقام هي حلوه، فان شاء الله الارقام النهائيه تطلع اليوم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله حبيبي ابراهيم الحمدان، ثانك يو سو ماتش على كل شيء، وان شاء الله نشوفكم ببطولات اخرى تحققون فيها اعلى المراتب. شكرا. شكرا، حياكم الله. ألف مبروك لكل الفرق المشاركة، وأيضا مبروك لفريق دراج 965، يعطيهم ألف عافية، وإن شاء الله من تقدم إلى تقدم. وبشذي أكون وصلت معاكم إلى الختام، جدا استمتعنا بهذه الرحلة في مملكة البحرين اللي امتدت لثلاثة أيام. شكرا جزيلا يعني فريق الكويتي اللي مشارك دراج 965 على هذه الدعوة الكريمة، وشكرا جزيلا للشيخ محمد خالد الصباح وأيضا للسيد أنور أحمد اليتامى على الرعاية، على الاهتمام، على كل شيء هم سووه حق فريق تلفزيون الراي، وحق كل الشباب اللي متواجدين. really we had fun. قاعد نسمع كل الأصوات الخاصة، ما زالوا ومستمرين حتى على أساس يطلعون كل طاقتهم. راح نلتقي مرة ثانية إن شاء الله معاكم برحلات أخرى. شكرا لمصورنا حمد محمد وأيضا معدتنا رندا على كل الجهود، تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، إلى اللقاء.